للتحليل والمتابعة انضم إلينا من غزة السيد سمير زقوط، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان. السيد سمير، أولا كيف رأيت ما جاء في البيان الختامي للقمة الإسلامية في اسطنبول؟ يعني أنا الأصل أن أعلق على نتائج جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة، ولكن أنا أعتقد أن ما وصلنا إليه من ضعف ومن تراجع هو نتاج مواقف الدول الإسلامية التي تعطي الفلسطينيين في المؤتمرات وفي التصريحات كل الحقوق، وعلى الأرض هذا لا يترجم فعلا جديا ولا يلتزم أحد، لا تلتزم أي دولة إسلامية بمقررات القمم الإسلامية المتعاقبة. ولو أن هناك موقفا إسلاميا جديا واضحا ينتصر للحق الفلسطيني لما جرأت الولايات المتحدة الأمريكية على نقل سفارتها وعلى الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل. أنا طيب أيضا يا سيد سمير، أريد أن أعقب دعنا نناقش ما ذكرته يا سيد الكريم. أولا فيما يخص مجلس حقوق الإنسان سأنهي حديثي معك بتلك النقطة، لكن فيما يخص البيان، أكد هذا البيان أن الدول المشاركة في القمة تتخذ جميع التدابير الاقتصادية والسياسية اللازمة تجاه الدول التي اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. هل تشكك في هذه النقطة أم تشكك في قدرة الدول على تلبيتها أم ماذا؟ نعم، من حيث المبدأ هذا قرار يعني دائما نطالب به، دائما نطالب بأن تقترن التصريحات العربية والإسلامية بالأفعال، لأنه الموضوع الفلسطيني ليس موضوعا حقوقيا فقط، هو موضوعا سياسيا، لعبة الأمم فيه حاضرة وبقوة. لا يمكن للجهد الحقوقي والنشاطات الحقوقية وفي مجال القانون الدولي أن تحقق نصرا حاسما وأن تفضي إلى تحرير دولة فلسطين، لكن الدول العربية والإسلامية بما تمتلك من قوة اقتصادية ومن نفوذ ومن علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بريطانيا وغيرها من الدول العظمى، تستطيع أن تفرض حقائق مختلفة، تستطيع أن تجعل كل بلد في العالم وفي مقدمة هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر 1000 مرة قبل أن تتخذ قرارا يؤيد الاحتلال ويؤبد الاحتلال ويتجاهل أبسط قرارات الشرعية الدولية. طيب، لكن هذا بحاجة إلى فعل جدي وحقيقي، إلى ربط المصالح السياسية والاقتصادية لهذه الدول بموقف هذه الدول من القضية الفلسطينية. طيب، ما شاهدناه عبر التاريخ التي رآها بعض المراقبين، مسألة سحب السفراء للتشاور حتى، هي خطوة انتظرها كثيرون وجاءت على ألسنة الكثيرين في وسائل الإعلام، برأيك لما لم تأتي حتى هذه اللحظة؟ وأنا أعتقد أنها لن تأتي، وأنا أعتقد أن السحب للتشاور هو فقط محاولة لاحتواء الرأي العام العربي والإسلامي الغاضب والعالمي بالمناسبة، الغاضب تجاه ما يجري من جرائم، من إراقة للدماء دون سبب دون مبرر وعلى مخالفة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة. لذلك الدول أو الأنظمة السياسية تحاول أن تحتوي غضبة شوارعها أو الالتفاف على أي مجال لوجود حراك شعبي داخل الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف من هذا القبيل، ولكن ما يعني لا يطول الوقت حتى يعود السفراء وكأن شيئا لم يحدث. واليوم نحن نشهد تغيرا دراماتيكيا في الحالة العربية والإسلامية نحو التحالف، هناك من يدعو إلى تحالف مع دولة الاحتلال ويبرر لها كل جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين. طيب، مجلس حقوق الإنسان أصدر قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجازر غزة، كيف يمكن الاستفادة أو البناء على هذه الخطوة؟ أنا أعتقد أنه أولا من حيث المبدأ عقد الجلسة في حد ذاته هو نجاح كبير، لأنه عقد الجلسة الطارئة هي معركة حقيقية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال من جهة والفلسطينيون وحلفائهم من جهة أخرى، الولايات المتحدة وإسرائيل يمارسون ضغوط ترهيب وترغيب لكل دولة توافق على عقد الجلسة من حيث المبدأ. فأن نصل إلى عقد الجلسة وأن نحظى على هذا المستوى من التصويت، أنه عدد الرافضين فقط 2، الولايات المتحدة وأستراليا، والموافقين 29. وهنا أريد أن أشير إلى جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية أيضا في الضغط على الدول. هناك دول كانت تريد أن تصوت بضد، على سبيل المثال ألمانيا،
المملكة المتحدة بريطانيا كانت تريد وكل الأجواء كانت تشير إلى أنها ستصوت ضد. اليوم القرار كان واضحا، وأنا أشيد هنا بالكلمة الافتتاحية للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زايد الذي أشار إلى أساس القضية الفلسطينية بأنها قضية احتلال، وأشار إلى حصار غزة. وبالمناسبة القرار لا يقتصر فقط على تشكيل لجنة التحقيق بل وعلى ضرورة إنهاء ورفع الحصار. أنا أعتقد أنه تشكيل اللجنة الآن بدأ عمل آخر حقيقي وفعلي باتجاه تقديم كل ما يثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم وخالفت بذلك قواعد القانون الدولي. شكرا جزيلا ضيفي من غزة سيد سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أشكرك جزيلا على ما تفضلت به.